FM. الكلمة ليك. كما قلت أنا البارح نيدا تونس قاعد يتعرض لعملية استهداف ممنهجة. من شكون وعلاش؟ من شكون؟ من أيادي ولا أيادي خارجة على نيدا تونس، كما سي شفيق جراية هذا صاحب المقاولات السياسية اللي ولينا حسينا كي اللي فوق القانون، كي اللي سيد هذا فوق القانون في تونس. سيد هذا حاربنا دوب ما أسسنا حركة نيدا تونس، خرج مؤسس الحركة في مواقف مهينة في صحف السفراء متاعو. السيد هذا كان يدعم في روابط الإرهابية، في روابط حماية الثورة للتصدي لشماعات حركة نيدا تونس. لكن انت قلت جدا قابلته فجأة نلقاوه يسول ويجول في مقر المركز الثاني. تنقش انت معاه حول؟ لا انا تفاجأت في بيلو سي حافظ قيس. قلت لي تفاجأت، هذا مفاجأة كبيرة. معناتها ما كنت ممكن كنت نقعد معاه في قهوة، كنت نقعد نتخيل روحي نقعد معاه في داره، ما نقعدش معاه في مقر حركة نيدا تونس اللي كان مستهدفها هو عصابات حماية الثورة، عصابات الإرهابية اللي تعرضنا لها وتصدينا حتى للشماعات. وتعرفوا فيش عمل في صحفه الصفراء طيلة عامين، قاومنا إعلاميا، قاومناه هو وصحف متاعه، وقاومنا العصابات حماية الثورة اللي كانت يدعم فيها هو مباشرة. بحسب رأيك علاش توا رجع سي شفيق جراية؟ بيان سور هو عنده حق رد لأنه يجبد اسمه، يجبد اسمه جسمه. حسب رأيك علاش هذا كله؟ قلت انت هو يعني قلت لك مخطط ممنهج لتدمير حركة نيدا تونس. علاش؟ لأنه السيد هذا تعرفوا دعمه للإرهاب والإرهابيين والإرهابي حكيم بالحاج اللي اليوم نحاولوا فما محاولة تبييض عبد الحكيم بالحاج، هو اللي يقول سي شفيق جراية اللي هو عمل مراجعات، ملا غدوة أبو عياض يعمل مراجعات يولي يسير يدخل يرجع الحياة السياسية في تونس. هذا هو معناتها التفسير تبييض اللي قاعد تبييض الممنهج لعبد الحكيم بالحاج. وش العلاقة بين عبد الحكيم بالحاج ونيدا تونس؟ لأنه حركة نيدا تونس حزب حاكم، حزب حاكم يدير في شؤون الدولة، وعنا الوضع الليبي ما تنجمش تونس دور وجه على الوضع الليبي، والوضع الليبي فما صراع في ليبيا، وكل طرف في الصراع يحب دعم شرعية ودعم، يحب دعم وشرعية من الدولة التونسية اللي يدير فيها حركة نيدا تونس وحلفائها. عملية اختراق الأحزاب مش كان حركة نيدا تونس، تو تسمعوا في الأيام القادمة مش بيصير في أحزاب أخرى ديمقراطية اللي هي الأحزاب أخرى، ما نحبش نسميها، أعطينا اسم، ما نحبش نسمي الأحزاب أخرى. عملت عندك معلومات ثابتة لأنه هذوما ما يخترقوش الجيوش، ما نجموش يخترقوا الجيش التونسي، ما نجموش يخترقوا الأمن التونسي، ما نجموا يخترقوا، كان لأن تونس أعطت انتقال ديمقراطي بأحزاب مدنية، انتقال مدني صار في تونس، بالتالي يخترقوا كان الأحزاب السياسية الكبرى وخاصة نيدا تونس لزانه لضغط عليه الاعتراف بحكومة فجر ليبيا، هذا ثابت، واللي يحب ما يحبش يرى الحقيقة هذه ما نعرفش. الكلمة ليك.